أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم
رزقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد إمام المرسلين وقطب الواصلين ومنار السالكين، وعلى آله وصحابته وجملة التابعين من الجمهورية العربية السورية. نزل ضيفاً على الزاوية البلقائدية وحضرة الدروس المحمدية سماحة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخطيب القادري الحسني، حاصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، أستاذ الفقه الشافعي والعقيدة بالجمهورية العربية السورية. يقدم إلى حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه فقه الفاروق رضي الله عنه ومشهد استشهاده، فليتفضل. شكر الله له. الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها، فلم يتخذوا سواها شغلا. خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحفها بالمكاره، وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم والسيد السند الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد، القائل: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقال أصحاب سيدنا النبي: اللهم صل عليه، بما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وعترته وأزواجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه حلقة متممة لحلقات من سيرة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي شده الله تعالى إليه وربط قلبه على الحق والعدل وجعله سلطانا على المسلمين. لم يؤثر عنده هذا الملك والسلطنة شيئا، ساس الأمة الإسلامية بالعلم والإسلام، وكان إذا وقف بين يدي ربه عز وجل يفرق ويخشى يوما تشيب له الولدان. قرأ مرة سورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع،
ما له من دافع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وكان يبكي بكاء شديدا حتى كان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. قال يوما لسيدنا أبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله وهجرتنا معه وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا لقاء أن ننجو كفافا لا لنا ولا علينا؟ فيجيبه سيدنا أبو موسى رضي الله عنه: لا والله يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا خلق كثير، وإنا لنرجو ثواب ذلك. فيبكي الفاروق وتتحدر الدموع على وجنتيه كحبات اللؤلؤ، ويقول: أما أنا فوالذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرد علي ثم أنجو كفافا رأسا برأس. هكذا كان سيدنا عمر بيننا وبين الله تعالى، وكان رضي الله عنه يعد من كبار فقهاء الصحابة وشديد التمسك بالسنة النبوية الشريفة. يقول عنه سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله تعالى. وقف مرة يقبل الحجر الأسود ثم قال مخاطبا الحجر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهرول حول الكعبة وهو يقول: فيما هذا الرملان، أي الهرولة، وفيما هذا الكشف عن المناكب، وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر، ومع هذا لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو يسأل تارة عن تفسير آية: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، فيقول: الذاريات ذروة هي الريح، لولا أني سمعت رسول الله يقوله ما قلت. والحاملات وقرا هي السحب، لولا أني سمعت رسول الله يقوله ما قلت. هكذا كان رضي الله عنه وقافا عند النصوص والتعاليم، ملتزما التأسي بالقدوة العظمى سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل عليه. ونحن نجد سيدنا عمر فقيها عظيما حين عالج قضية المؤلفة قلوبهم، ظهر فيها سيدنا عمر فقيها عبقريا حين ناقشها وأحضر الأدلة عليها. هو أولا التزم النص الشرعي وتابع عليه سيدنا رسول الله، ثم جاء عهد سيدنا أبي بكر وسهم المؤلفة قلوبهم قائم نافذ، ولا تزال هذه الآية يعمل بها. وإليكم عرض هذه المسألة لأهميتها. إخوة الإيمان، المؤلفة قلوبهم جماعة دخلوا الإسلام باقتناع ضعيف أو بغير اقتناع، أو هم جماعة يرجى إسلامهم إذا أعطوا من الغنائم، ففرض لهم القرآن في بيت المال حظاً يأخذونه من الزكاة تألفاً لهم حتى لا ينصرفوا عن الدين قبل أن يذوقوا حلاوته. فكان أحدهم عندما يعطيه الحبيب الأعظم، اللهم صل عليه، يقول: إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وحينما نصر الله نبيه الكريم
وثبتت دعائم الدولة في عهد سيدنا عمر، قلب وجوه الرأي في المؤلفة قلوبهم، ثم قال: لقد كان رسول الله يعطيهم، والإسلام يومئذ ضعيف، أما اليوم فقد أعز الله دينه وأعلى كلمته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولن يتسع هذا الدين إلا لمن يدخله راغبا مؤمنا. وأمر بإيقاف هذا المال الذي يدفع وإعطائه للمسلمين من الأصناف الباقية، أي إنه لم يعطل الآية بل أوقف تنفيذها لعدم وجود سببها، وهو ضعف الدولة الإسلامية أو عدم الحاجة إلى من يرجى إسلامهم لتقوى الدولة، لأن الحكم الفقهي يدور مع العلة حيث دار، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم الفقهي. هذه معالجة فقهية واجتهادية منه رضي الله عنه. وكما تعلمون الصحابة كلهم عدول، فكيف بمن مدحه سيدنا رسول الله بأن الله جعل الحق على لسانه وقلبه؟ وكان رضي الله تعالى عنه يدرأ الحدود بالشبهات كما تعلمه من سيدنا رسول الله صلوا عليه. كان لا يحب أن يفضح الله به واحدا من المسلمين. يأتيه رجل يوما يستفتيه قائلا: اسمعوا هذه الفتوى، هذا الاستفتاء. قال: إن ابنتي كانت قد أصابت حدا من حدود الله، وأخذت الشفرة لتذبح نفسها، فأدركناها وقد قطعت بعض شرايينها، فداويناها حتى برئت والحمد لله، وتابت توبة نصوحة، ثم اليوم يخطبها الرجال، أفأخبرهم بالذي كان؟ فيجيبه سيدنا عمر: عملاق الإسلام بلسان الفقيه العالم المستنبط، قائلا: أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لو أخبرت بها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، اذهب وانكحها نكاح العفيفة المسلمة. قولوا رضي الله عنه. هكذا كان الفاروق يعرف طبائع الناس ويعطي أحكامه بناء على كل عصر وكل حالة. وربما كان يقضي في مسألة فإذا عرضت عليه مسألة مثلها قضى فيها بغير ما قضى في المسألة الأولى، فإذا قيل له: كيف تفعل ذلك؟ قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وهذا هو عمل المفتي، فالفقه شيء والفتوى شيء، لذلك ليس كل عالم بالفقه يكون مفتيا. اسمعوا إلى الفهم السديد الذي آتاه الله سيدنا عمر وقد سأله رجل: أيهما أذكى وأفضل؟ رجل لا يأثم لأن نفسه لا تشتهي الإثم، كبر بالسن ما عاد يطلع بإيده شيء، رجل لا يأثم لأن نفسه لا تشتهي الإثم، أم رجل تشتهي نفسه الإثم ولا يأثم؟ سؤال وجيه، واسمعوا الجواب الأوجه من عملاق الإسلام. قال: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. كتب مرة لسيدنا سعد بن أبي وقاص أحد القادة المسلمين: بلغني
أنه فشى لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها. فإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة التي مرت بواد خصيب فلم يكن لها هم إلا السمن وإنما حتفها في السمن. واعلم أن للعامل مردا إلى الله، فإذا زاغت رعيته زاغت رعيته، وإن أشقى الناس من شقيت به رعيته. هذا معنى قولهم إن لسيدنا عمر فقها عظيما بطبائع الناس، فقد كانت المظاهر لا تساوي عنده شيئا ما لم تكن لها حقائق في قلوب الناس. قال يوما لأحد الشهود: ائتني بمن يزكيك. فجاءه برجل وراح يشهد إنه رجل صادق، فسأله سيدنا عمر: هل سافرت معه؟ قال الرجل: لا. قال: هل كانت بينكما خصومة يوما؟ قال: لا. قال: هل ائتمنته يوما على شيء؟ قال: لا. هنا قال سيدنا عمر: لعلك رأيته يركع ويسجد في المسجد ويهمهم بالقرآن، اذهب فلست تعرفه. وكان يوصي الناس فيقول: إذا رأيتم أخا لكم زل فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا عونا عليه للشيطان. نصح مرة والدا وقد جاء يشكو ولده: بالله اسمعوا إلى هذه العبارة التي فيها قمة في التربية والسلوك. جاء الوالد يشكو الولد من تصرفاته، فقال له سيدنا عمر: لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. إخوتي في الله، وفي زمن سيدنا عمر زاد في المسجد النبوي الشريف، فقد لقي سيدنا العباس يوما فقال له: لقد سمعت رسول الله قبل موته يريد أن يزيد في المسجد، وإن دارك قريبة من المسجد، فأعطنا إياها نزدها فيه وأقطع لك أوسع منها. قال سيدنا العباس: عم حبيبك النبي، عم سيدنا النبي، ما بيستحق الترضي عنه؟ الله يرضى عنه. قال: لا أفعل. ما حاطك يا. قال سيدنا عمر: إذن أغلبك عليها. فأجابه العباس: ليس ذلك لك، فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق. مشي على القاضي. قال أمير المؤمنين: من تختار؟ قال سيدنا العباس: حذيفة بن اليمان أمين سر النبي اللهم صل عليه. انتقل إليه عم النبي الكريم وأمير المؤمنين وقصى عليه الخلاف، فقال سيدنا حذيفة: سمعت أن نبي الله داود عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس، فوجد بيتا قريبا من المسجد، وكان هذا البيت ليتيم فطلبه منه فأبى، فأراد سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام
أن يأخذه قهرا، فأوحى الله إليه: إن أنزه البيوت عن الظلم لهو بيتي. ما بصير تبني لي بيت بأرض مغتصبة. فعدل داود وتركه لصاحبه. وهنا نظر سيدنا العباس إلى سيدنا عمر وقال: ألا تزال تريد أن تغلبني على داري؟ قال عمر: لا. فقال العباس: ومع هذا فقد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله. ولهذا كان سيدنا عمر يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. كان يحاسب نفسه حسابا شديدا ويتذكر الآخرة في كل لحظة من حياته. كان يربأ بنفسه عن المعصية أن يقع فيها. وهو منذ أن سمع لأول مرة الحبيب الأعظم يتلو آية الرجعة من كتاب الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون. منذ أن سمع هذه الآية عاش قلقا مؤرقا، وكان إذا غشيته سحابة من الخوف صاح من قلبه: ليت أم عمر لم تلد عمر. وكان يقول: ماذا ستقول لربك غدا يا عمر؟ هذه الكلمة بالذات جعلت سيدنا عمر يحرم على نفسه الطيبات المشروعة تحريم منع لا تحريم شرع، حتى تأكل منها رعيته كلها، ويلتزم هو أكل الزيت. ولو شاء أن يظفر بالمناعم المباحة على كثرتها لظفر بها جميعا. زاره مرة حفص بن أبي العاص، وكان سيدنا عمر يجلس إلى طعامه، فدعا سيدنا حفصا ليأكل معه القريض اليابس، قالنا سيدنا الشيخ اللحم المجفف من قريب حكيته حضرتكم. فاعتذر شاكرا: ياكل لحم قاسي مثل الخشب اللحمي. فاعتذر. وأدرك سيدنا عمر سبب تركه الطعام معه فقال: ما يمنعك عن طعامنا؟ فقال حفص بصراحة: إنه طعام جشب غليظ، وإني راجع إلى بيتي فأصيب طعاما لذيذا قد صنع لي. فقال سيدنا عمر: بالله تردوا عنه، الله مرضى عنه. قال: أتراني عاجزا عن أن آمر بصغار المعزة فيلقى عنها شعرها، وآمر برقاق البر فيخبز خبزا رقاقا، وآمر بصاع من زبيب فيلقى في سمن حتى إذا صار مثل عين الحجل صب عليه الماء فينضج وكأنه دم غزال، فآكل هذا وأشرب هذا. فقال حفص وهو يضحك: إنك بطيب الطعام لخبير. فتابع سيدنا عمر كلامه وقال: والذي نفسي بيده، لولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم، ولو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأرفهكم عيشا، ولنحن أعلم بطيم الطعام من كثير من آكليه، ولكننا ندعه ليوم تزال فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وإني لأستبقي طيباتي لأني سمعت الله تعالى يقول عن أقوام:
أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. أيها الأحبة، وكان الفاروق رضي الله عنه يحج كل عام، وفي آخر سنة له حج بأزواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، ونظر إلى نفسه فرأى أنه سيد الدنيا، ونظر إلى نفسه فرأى رسول الله قد قلده بأوسمة الاستحقاق الإسلامي، فنعته بالفاروق بعد أن فرق الله بإسلامه بين الحق والباطل، ويرى نفسه اقترح على سيدنا النبي بعض آرائه فلا يوافقه رسول الله فحسب، بل يتنزل به الوحي ويصير قرآنا يتلى. 24 موضع من القرآن وافق فيها سيدنا عمر، ثم أصبح بعد ذلك خليفة رسول الله بعد أبي بكر وأميرا للمؤمنين، وانفتحت في أيامه بوابات العالم لدين الله، وزحمت راياته جو السماء في كل أفق، وشهد عدله كل قاص ودان، فإذا به يدعو الناس الصلاة جامعة، ويجتمع الناس فيصعد المنبر ثم يقول: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم نظير قبضة من تمر أو من زبيب. ثم نزل من على المنبر. إيه بعد ذلك؟ ماذا يا أمير المؤمنين؟ جاءه سيد عبد الرحمن بن عوف، قال: يا أمير المؤمنين، ما أردت بهذا؟ فيجيبه سيدنا عمر: ويحك يا ابن عوف، خلوت بنفسي، فقالت لي: أنت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدرها. هذا ما يسمى في عصرنا بالتصوف، لأن الصوفية يحبون أن يهذبوا نفوسهم الأمارة بالسوء عندما يرون أنهم أفضل من الناس، فيفعلون أمورا قد لا يستطيع أكثر الناس تفسيرها، كما فعل سيدنا عمر. جلس يوما مع صحابته المكرمين فقال لهم: أيكم سمع رسول الله يذكر الفتن؟ فقال سيدنا حذيفة: أنا سمعت رسول الله يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة، ولا ينكر ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال سيدنا حذيفة: وبينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ لا أبا لك يسب؟ أكسرا يكسر؟ لا أبا لك؟ قال: نعم، وذلك الباب رجل يقتل أو يموت. عرف سيدنا عمر أنه المقصود بهذا القول، وأنه سوف يقتل، وخاصة أن رسول الله بشره بالشهادة: اثبت أحد. ف
فإنما فوقك نبي وصديق وشهيدان. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا منيفا، فسألت لمن هذا القصر؟ فقالوا: لفتى من قريش. فسألت: ومن هو؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. وكان رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة يمر بين الصفوف ويقول: استووا استووا، فإذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. فلما كانت صلاة الفجر كبر، فإذا برجل يطعنه بسكين ذات طرفين مسمومين ويحاول الهروب، فنادى سيدنا عمر: قتلني. وراح لا يمر بأحد وهو هارب إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه ثوبا حتى لا يرى طريقه، وأمسكوا به، فإذا به ينحر نفسه بالسكين التي في يده. وتناول سيدنا عمر بيد سيدنا عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة فصلى بالناس، وحمل إلى بيته، فلما استيقظ سأل سؤالا: من قتلني؟ قالوا: غلام المغيرة، عبد مجوسي. ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل يدعي الإسلام. أيها الأحبة والصحب، بقي سيدنا عمر 5 أيام والدماء تنزف من جرحه، والناس يعودونه، فكان إذا أكل أو شرب خرج من جرحه، فعرفوا أنه ميت. وجاءه رجل يعوده فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت أو وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال سيدنا عمر: وددت أن ذلك كان كفافا لا لي ولا علي. ويأتيه ابن عوف فيقول له سيدنا عمر: يا عبد الرحمن، لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتدت حتى خشيت الله في الشدة، ويم الله لأنا أشد منهم فرقا وخوفا، فأين المخرج وأين المفر؟ ويبكي سيدنا عمر، فينظر إليه سيدنا عبد الرحمن وهو يتأمل هذا الرجل فيقول: من لهم من بعدك يا عمر؟ وراح يستشير الصحابة في من يلي الخلافة بعده، في اختيار الرجل الذي يسلمه الأمانة وزمام الحكم. فيقترب منه المغيرة ابن شعبة قائلا: أنا أدلك عليه يا أمير المؤمنين، إنه ابنك عبد الله بن عمر. وهنا انتفض سيدنا عمر وهو على فراش الموت وقال: لا حاجة لنا في أموركم، إني حمدتها أي الخلافة فأرغب فيها، إني ما حمدتها أي الخلافة فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كانت خيرا فقد أصبنا منه، وإن كانت شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد هو عمر. فيقول قائل: لكن يا أمير المؤمنين، إنه ولدك عبد الله التقي العادل، فهل ذنبه وذنب الناس الذي ستسعدهم ولايته أنه ابن أمير المؤمنين؟ لكن سيدنا عمر يقرر أن عبد الله ليس هو التقي العادل وحده، ولكن له نظراء في العدل والتقوى، فإذا استعمل أحد أهله فسوف يأتي بعده من الحكام من يسرفون في تولية أهليهم، وسوف تكون خلافة موروثة، ويقولون: لقد فعل هذا عمر. من أجل ذلك اسمعوا ماذا كان جواب الفاروق، قال:
من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذاك فقد خان الله ورسوله. وهنا قرر قرارا، أتعرفون ما هو؟ ترك الخلافة بعده شورى بين ستة مات عنهم رسول الله اللهم صل عليه وهو عنهم راض. أيها السادة، بقي سيدنا عمر خليفة 10 سنوات و4 أيام، وحين شعر بدنو أجله قال لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم أميرا له عليهم، قل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. في الدنيا وزيراه، وفي الآخرة وزيراه، فكيف يسب الصديق والفاروق وهما بجوار رسول الله اللهم صل عليه. فمضى وسلم واستأذن، ثم قال: يقرأ عليك عمر السلام ويقول لك: يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه اليوم على نفسي. فأقبل عبد الله يبشر سيدنا عمر بالقبول، فقال سيدنا عمر: ومع ذلك سيدنا عمر قال: إذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم وقل يستأذن عمر، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. لله درك يا ابن الخطاب. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: طعن سيدنا عمر يوم الأربعاء 23 في ذي الحجة، فلما كان يوم الأحد هلال المحرم 24، وبلغ عمر من العمر 63 كصاحبيه كالنبي الأعظم وصاحبه الصديق. وراح سيدنا عمر الفاروق يستقبل الموت، وساعة كان يستقبله قال لابنه عبد الله: يا عبد الله، خذ رأسي عن الوسادة وضعه فوق التراب لعل الله ينظر إلي فيرحمني. يقول سيدنا عثمان، وسمعته يقول حين انتقل إلى جوار ربه: ويلي وويل أمي إن لم تغفر لي يا رب. يا أمة الحبيب الأعظم، لو تعرفون كم ترك الفاروق من أموال وضياع وعقارات وأرصد في بنوك العالم لتعجبتم أشد العجب. سيدنا عمر الذي ضم بذراعيه وتحت لواء الإسلام أكبر دول العالم وجاءته الدنيا صاغرة بين يديه، ترك عليه ديونا حسبت فوجدت 86,000، وفاها قومه وعشيرته من بعده. هذا هو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله وأحد وزيريه. من سبه أو سب أبا بكر فاسمعوا ماذا يقول سيدنا أنس. يقول: قال أناس من أصحاب رسول الله: إنا نسب، يعني سبونا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية الترمذي: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أي بسبب بغضي له أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذى الله ومن آذاني
فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. وكل من سب الشيخين الصديق والفاروق تكره الصلاة خلفه عند الحنفية والشافعية، ولا تصح عند المالكية والحنابلة، أي يجب أن يعيد الصلاة ثانية. وهكذا يسدل الستار على سيرة الخليفة الراشدي سيدنا عمر، لكن حياته ما تزال حية بيننا نقتدي بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ورحم الله ابن مسعود ورضي الله عنه حينما قال، وكان محقا فيما قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كان إسلام سيدنا عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم اجبر خاطرنا، اللهم بعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، اللهم بجاه حبيبك الأعظم وبجاه سيدنا الفاروق وبجاه سيدنا الصديق وبجاه الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا يا رب. رفعنا إليك أيدينا في هذه الساعة، فلا تردنا عن بابك خائبين. أعطنا سؤلنا، اقض لنا حاجاتنا، اغفر ذنبنا يا رب. صب على هذا المجلس الخير صبا يا رب، صب على هذه البلاد الخير صبا. اللهم متع شيخنا بالعافية، اللهم متع شيخنا بالصحة والعافية، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اهدنا للهداة الراشدين، وأقم عمود الدين، ووسد أمور المسلمين للأقوياء الصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم، والحمد لله رب العالمين. جد في سيرها فلست تلام، الله الله، هذه طيبة وهذا المقام، الله 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 الله، سيدي الله الله
الله.